صعبتي في من وراء المسيرة ديالك حارس وفي الميادين تحولتي للتدريب، بديتي في الفئة ديال الكوكب واللي معروف أن صعبتي في منصوري عطى لاعبين كبار اللي برزوا، تعاود لي على يعني المسيرة ديالك كمدرب ولا كمؤطر في المركز ديال الكوكب. لا اول ماشي اولا ما دربت ماشي دربت في في في, في لي جون دربت ليكيب بروميير، دربت ليكيب بروميير سيدي في 80 81 هذيك الساعه كانت ليكيب قول سيدي كانت افون ديرنير، وهذيك الساعه قبت انا وبقينا غاديين حتى ولينا دوزامين على السطات العام فاش طلعت السطات، ولعبنا دراري معموم لعبوا وحاولنا باش نصلحوا ليكيب، وعاودت قبت ليكيب في 83 84 قبت ليكيب بروميير، ومن اللي جا الحج درت ديريكتور تكنيك ديال 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 مدارس الكوكب ودرت انترينور ديال الجونيور، وفي وسط هذيك الوقت فاش درت ديريكتور تكنيك كنا تنستيو اللعابه، ومن بين هذوك اللعابه اللي استينا كاين اللعابه اللي طلعوا، كاين اللعابه اللي لحقوا، كاين اللعابه اللي ولاو محترفين، كاين اللعابه اللي الان راهم مدربين، كاين اللعابه. المهم في وسط هذاك كان الحاج الله يذكره بخير كان مهتم بزاف بهاد المدارس، الحاج مدوري كان مهتم بزاف بهاد المدارس وبغى وبا 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 الدراري يخرجوا من مدرسه الكوكب، حيث انه كان عندنا واحد 400 دري هذيك الساعه، كانوا عندنا 4 المدارس وكانوا عندنا 2 المينيمات وكان عندنا 2 الكاديات وكان عندنا 2 الجونيات وكان عندنا اسبوار، كنا عندنا 400 ولا 420 دري، وكنا في نص الوقت دايرين المنتخبات ديال كل فئه، هذيك المنتخب ديال لانترينمون غاديه والمنتخبات ديال الفئات تنزيدوهم في الليل لي زونترينمون. هذيك الساعه انا كان انا قبتوا لي التفريغ من وزاره التربيه الوطنيه وكنت مكلف باش يقول لي، ومن بين الدراري اللي كانوا عندي كان الدميعي وكان البهجة وكان العلوي الكول وكان الداودي كان الرموج كان بوغرغور كان اش يقول لي بحمد كان نقيدي كان نقيدي كان طارق لج كان طارق لج كان مصطفى طامع. المهم كثير كثار الدراري بزاف كانوا هذوك الدراري كلهم الحمد لله لحقوا، كاين اللي احترف كاين اللي طلع خرج على برا شي يقول ليه فرنسا، كاين اللي مشى الامارات، كاين اللي دابا راه مدرب بحال الدميعي، كاين طارق لج دابا الحمد لله راه دخل دار مركب دار شي يقول ليه مدارس ديال شي يقول ليه. المهم كاع هذوك الدراري الحمد لله لحقوا